كلهم يعني انا مش متخيله من يوم ما دخلت المستشفى يا عمرو، احنا من يوم ما دخلت العنايه المركزه بالذات احنا المقربين ليها، مش هتصدق ان احنا ختمنا القران عشان ندعي ببركه القران. 32 ختمه عملناها النهارده رقم 6 يعني مش عارفه اختي وحبيبتي وبنتي وامي وصاحبتي، يعني انا اللي حاسس فيا كمان ان اميره بنتها فكرتني قبل ما تعي على طول قبل المستشفى بيومين ثلاثه، جات لي بالليل قالت لي دلال انت وحشتيني ونفسي اشوفك، انا تحت بيتك انزلي اشوفك. قلت لها انت اتجننتي يا رجل؟ والله العظيم. قالت لي والله بجد وحشتيني، ايام بقى الكورونا طبعا في عزها كنا في اواخر رمضان. قلت لها رجاء انت اتجننتي ولا انت بتمشي كده في الشوارع وانت عندك تصوير وبتاع ومشاغل؟ لا روحي يا رجاء، انت بتهرجي ولا بتعملي مقلب فيا؟ قالت لي لا والله انا تحت بيتك. فبنتها بتفكرني. بعدها طلعت على بيت ميرفت امين برضه، وقفت تحت البيت طلبت ميرفت لقيت تليفونها مقفول، قالت يبقى نامت. راحت طالعه على بيتها شقتها اللي في الدقي عشان هي كانت قاعده في اكتوبر الايام الاخيره، راحت مسلمه على عمر زهران جارها. يعني في قلبها كان حاسس. ايوه كانت بتودع الناس كلها وحبايبها، وبعدين حبايبها كتير يعني ما نقولش معارفها، لا كل الناس حبايبها. كنا بندخل اي مكان مطعم او اي مكان عام طبعا والله العظيم كل الناس بتتصور مع رجاء. يعني لا 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 والمكان يعني يشيلك على الارض شيل، ده انت مع رجاء الجداوي. والله بجد كانت ست عندها حضور وعندها رقي وعندها كرم واخلاق، وبعدين صاحبه الاجيال كلها على مدى العمر بتاعها ده كله، يعني الدنيا وامي وولادي اصحابها صحابها اصحابها. كانت تكلم ايمي وبعدين عمرها ما تزعل، عارف كانت قمصتها ايه؟ ان انا ما سالتش عليها امبارح. ايوه ده دايما كانت تبقى مشكله. اقول لها مكلماك يا رجاء انت اللي بتنسي، تقول لي لا، تقول لي لا رنيت لك وما ردتش. انا اخر مره انا اللي مكلماك انت ما طلبتنيش النهارده. كانت يعني بيبي، كانت فيها جواها الطفوله وكرم واخلاق ورقي، يعني ايقونه فعلا يعني مثال. مدام دلال انتوا يعني الاجيال مختلفه بينكم طبعا، انتوا تعرفتوا على بعض طبعا. ازاي يعني ازاي بقيتوا صحاب كده؟ انا من زمان اوائل الثمانينات عملت معاها مسلسل، وبعدين كان في مسلسل انا بشتغل فيه كنت عامله مانيكان. فالاستاذ محمد شاكر المخرج الله يرحمه قال لي اللي تخدمنا في الحركات المانيكان دي رجاء الجداوي. فانا طبعا كنت لسه جديده وكنت مبهوره برجاء الجداوي، فهي يا حبيبتي اللي اختارت لي اللبس وعلمتني المشيه ازاي في كنت بصور اعلان جوه المسلسل يعني، وقالت لي تعملي شعرك كذا وترفعي كمامك، يعني علمتني كتير في اللبس وفي البروتوكول. بقينا على فترات متقطعه بنتقابل في شغل وبتاع. العلاقة توطدت قوي قوي من 2000 اللي هو و2001 اللي هو دنيا بنتي كانت بتعمل العدالة وجوه كثيرة، كانت محتضنة دنيا بشكل عاملة خالتها في المسلسل كانت عاملة أختي. فمن ساعتها احنا انا وهي وميرفت لن نفترق، مش هتصدق ان احنا في اليوم الواحد صحيح. مرتين وثلاثة لازم نتكلم. انتوا عاملين زي السلسلة يعني لازم لازم اي لا انتوا الثلاثه دايما مع بعض. والله مثلث يعني النهارده فقدنا ضلع اساسي اللي معانا ربنا يرحمها. طب طمنيني على الفنانه ميرفت امين عامله ايه؟ ميرفت متدمره خالص، عماله بتعيط ومش قادره يعني مش عارفه بتردش. انا حتى اتخضيت. غاده رجب برضو من حبايبنا يعني غاده رجب كانت فرحانه بيها وراحت حضرت فرحها، انا وهي وميرفت بقينا فرحانين بغاده، حتى كنا دايما نضحك مع غاده نقول لها يا بنتي انت ليه مصاحبانا احنا الكبار كده اجيال مختلفه. فكانت لسه عماله بتعيط وتقول لي ميرفت ما بتردش انا قلقانه عليها، فطلبت الحمد لله ميرفت ردت عليا بالعافيه قالت لي عندي صداع فظيع لاننا ما نمناش ومن الصبح ورحنا المدافن وودعناها. بس ده مش الوداع بتاع رجاء، انا كان نفسي يعني نودعها واحضنها واشوف. انا اكتر حاجه صعبان عليا ان هي الفتره الاخيره ما كانش حواليها حبايبها، بس طبعا معوضينها الدكاتره الاساتذه والممرضين والممرضات كانوا كلهم اهلها، كانت بتشكر فيهم قوي وبتشكرهم حقيقي. الله يرحمك يا رب. الله يرحمك.
الفنانه دلال عبد العزيز، ربنا يصبرك وربنا معاكي وتفضل الذكرى الطيبه بتاع الفنانه العظيمه دي معانا دايما، وكل ما نتذكرها نبتسم كده ونفتكر ايام الجميله. النهارده الحد يا عمرو، النهارده الحد الفقره بتاعتها كانت بتبقى دايما. ايوه دايما يا حبيبتي، وهي رايحه تكلمني تقول لي شوفي النهارده الفقره عن كذا وكذا وكذا، ايه رايك تاخد كده ايه رايي عشان تسمع يعني تزود الاراء. ايوه ماتت يوم الفقره. فكانت على طول ربنا يرحمها يا رب. الله يرحمها. طب احنا معاك حماتك بقى، هي هتقول لنا الفنانه الكبيره العظيمه دلال عبد العزيز. اهلا اهلا حماتي. مساء الفل. مساء النور يا عمرو. مساء الخير يا سونسون. مساء الفل يا حبيبتي. ازيك يا سونسون، وحشتني. ربنا يخليكي وانتي اكتر. المسرح واخدك مني الايام دي. مش كده؟ اسمعوا. الراجل بيقول لو طبختي هيبقى الاكل حلو، انتوا ما بتاكلوش الراجل ولا ايه؟ ده حسن ده مجرم وعامل زي القطط ياكل ويجري. لا لا يا ديدي بتعمل اكل كتير بصراحه. انا ما كنت بهزر، قلت له لا بتعمل اكل. ايوه لم 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 غير غير. لا ما كنتش عارف انها هتدخل. مش عايز، ما بحبك يا مجرم. لا ما الحلقه بتتعرض، الحلقه هتنزل يعني على المشفره. لا لا بس هو حرام. لا انا فعلا معروف عني اني ما بعرفش اطبخ، ماليش في المطبخ ولا أبقى. دنيا ولا ايمي، مفيش غير عم سمير بقى. الله دلوقتي اتعلمت. لا دنيا اتعلمت. دنيا اتعلمت، هي اللي لسه عايزين ندوس عليها شويه. ازيك يا سونسون؟ وازيك يا عمرو؟ ازيك وحشاني، عامله ايه؟ والله وانت كمان الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. ايه رايك في حسن بعد فتره من الزواج، يعني كزوج شايفاه ازاي؟ حسن ده بني ادم جميل حقيقي جميل، وابن ناس طيبين ومتربي ويدخل القلب على طول. انا اتعرفت عليه حسن، انا اللي معرفاه على دنيا وايمي اصلا. صح. ياه. مسلسل ابن الارندلي. طبعا. مع الاستاذ يحيى الفخراني. طبعا. فاول دخل، اول ما كان عامل ابني برضه في المسلسل دخل قلبي كده وحبيته. بعدين حصلت عندي وفاه ماما الله يرحمها في نفس واحنا بنصور المسلسل. وقف جنبي وقفه زي ما يكون ابني فعلا. وبقى ما هو كان باصص لقدام برضه يعني. ممكن بقى كان بيرسم. ايوه. وبعدين هو حسن بني ادم جميل وفنان هايل. وبعدين برج الجدي، اولا ايمي على فكره هي اللي مظلومه في العيله كلها، لان سمير غانم جدي وانا جدي ودنيا جدي وحسن الرداد جدي، فاحنا الاربعه حوالين ايمي هي الوحيده اللي طباعها مختلفه. هي برج ايه؟ حمل. يا عيني. فعلى طول حامية وعايزة، إنما إحنا برضو فينا حتة ريلاكس على المريح كده، ونقعد نفكر هي بقى. وتقعد تتريق علينا الفنانين اتجمعوا لما نقعد إحنا الثلاثة مع بعض، أنا ودنيا وهي فني الحام يعني. ما هي فنانة هي كمان. لا لا هي فنانة، بس يعني مش الفن ده مش في دماغها قوي يعني، مش زينا. بتحبش تحضر بقى قوي ولا تعيد، زي هي كانت لسه بتقول الكلام ده يعني.